السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن إبداعات مصرية. وهب الله لمصر عوامل طبيعية تمثلت في موقعها المتميز ومناخها المعتدل ونهر النيل اللي بيفيض عليها بالخيرات، وده كان ليه أثر كبير في ازدهارها وازدهار الحياة الثقافية والفكرية في مصر القديمة، لأنه ساعدت هذه العوامل الإنسان المصري في الكشف عن طاقته الإبداعية في كافة المجالات الثقافية والفكرية والكتابة والأدب والشعر وفي أغلب المجالات اللي تنتمي للثقافة والأدب. يعني هنتكلم أولا عن الكتابة. اتأثر الإنسان المصري القديم بكل ما يحيط به من مظاهر طبيعية، وبدأ يعني ده كان واضح جدا عند اختياره مجموعة من الرموز زي إنسان، نبات، حيوان، طير، وكان بيستخدمها في كتاباته. اللغة دي أو بمعنى أصح الرموز اللي استخدمها في أول الكتابات وأول ما ظهرت الكتابة في مصر القديمة سميت بالكتابة الهيروغليفية، وهي كلمة يونانية تعني الخط المقدس، حيث كان بيتم النقش بيها على جدران المعابد والمقابر وبتسجل بيها نصوص الدينية، وهو الخط الرسمي للدولة أو بمعنى أصح هي الرموز الرسمية اللي بتعبر عن الكتابة في هذا الوقت. طيب بتتكتب إزاي؟ كانت بتتكتب من أعلى إلى أسفل الورقة ومن اليمين إلى الشمال، واستخدم المصري القديم في الكتابة ورقة نبات البردي وأقلام وحبر أسود أو أحمر، يعني استخدم الحبر الأسود أو الأحمر وكان بيكتب بيها على ورق البردي. طيب وبجانب الكتابة الهيروغليفية كان في كتابة كان ثلاث أنواع أخرى من الكتابة، زي الكتابة الهيروطيقية والديموطيقية والقبطية. طيب الهيروطيقية تعرف بخط رجال الدين، ليه؟ كان بيستخدمه الكهنة في الكتابة على أوراق البردي. أما الديموطيقية دي كانت بتعرف بالخط الشعبي اللي كان بيستخدمه في جميع أنواع الحياة العامة، والقبطية وهي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الكتابة المصرية القديمة مأخوذة من الديموطيقية، وكمان نعتبر أو تعتبر هي تطور لجميع أنواع الخطوط المصرية القديمة. طيب الأدب المصري القديم ترك لنا المصريين القدماء تراث زاخر من الأدب، شاهدا على إبداعاتهم الأدبية تتناول قضاياهم السياسية والاجتماعية والدينية، لذلك كان متعدد الأنواع. يعني أنواع الأدب المصري القديم كان أدب ديني، أدب قصصي، أدب تهذيبي، أدب اللي هو أداب المديح. الأدب الديني هو الأدب اللي كان بيتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود، وكان أول من آمن بالبعث والخلود هم الفراعنة القدماء أو المصريين القدماء. ومن أنواع نصوص الأهرام نصوص دينية سجلت على بعض جدران الأهرامات من الداخل لتكون عون للميت في الحياة الأخرى. أما كتاب الموتى وهي كتابات دينية دي كانت بتدون على أوراق البردي وتوضع مع الميت لمساعدته في الحساب. أناشيد أخناتون، أناشيد كانت يحيى بها أخناتون الإله آتون
قرص الشمس. في كمان الأساطير الدينية، وهي قصص خيالية غير واقعية بتهدف للعبرة والعظة، زي أسطورة إيزيس وأوزوريس. طيب في كمان احنا كده تناولنا الأدب الديني. طيب ندخل على الأدب القصصي، وده بيضمن هذا النوع الأدبي بعض القصص الحقيقية وبعض القصص الخرافية، واللي بتعكس بعض القضايا السياسية والاجتماعية اللي كان بيعيشها المصري القديم، ومن أمثلتها قصة سنوحي والبحار الغريب. كمان في الأدب التهذيبي، والأدب التهذيبي ده بيصور التعاليم والوصايا اللي كان بيوجهها الفرعون إلى ابنه أو أحد الحكماء لتلاميذه بهدف الموعظة والنصح، زي تعليم الحكيم بتاع حطب والحكيم إني، اللي هي زي احرص على التحلي بالأخلاق الحميدة، يعني هي عبارة عن مواعظ وحكم ترشد، يعني لو هو الفرعون فكان بيرشد ابنه، لو هم الحكماء فكانوا بيرشدوا تلاميذهم. طيب نيجي لأدب المديح، وهذا الأدب ده كان مخصص علشان يمجد أعمال الفرعون ويشيد بفضله على الشعب، زي ما ورد في تمجيد الملك سنوسرت الثالث، أو بمعنى أصح كان بيستخدموه لتمجيد أعمال الفرعون وإنجازاته ومهامه، كنوع من المديح. يبقى كده اتكلمنا على بعض القيم اللي بيتضمنها الأدب المصري القديم، وإزاي كانوا مهتمين القدماء المصريين بالأدب والكتابة والفن. طيب عايزين بس نشرح باختصار بعض المفاهيم. يعني إيه طبقة اجتماعية؟ طبقة اجتماعية هي مجموعة من الأفراد بتجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة. طيب يعني إيه حياة اجتماعية؟ هي مجموعة من العادات والتقاليد اللي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري، من ملبس مأكل مشرب. نصوص الأهرام هي مجموعة النصوص التي سجلت على جدران بعض الأهرامات لتكون عون للميت في الحياة الأخرى. طب إيه هو كتاب الموتى؟ كتابات دينية كانت تدون على أوراق البرد وتوضع مع الميت لحمايته ومساعدته في الحساب. أناشيد أخناتون، ودي كانت مجموعة من الأناشيد والصلوات اللي كان يحب يحيي بها أخناتون الإله أتون. أما الأدب الديني هو نوع من الأداب اللي بتتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود. أما الأدب القصصي هو نوع من الأدب الذي يقدم القصص الحقيقية والخرافية أيضا، وذلك بقصد تقديم القدوة والموعظة الحسنة. أما الأدب التهذيبي هو أدب الحكماء والنصائح والسلوك والتربية والخلق. أما أدب المديح هو الأدب الذي يمجد أعمال فرعون ويشيد بفضله. وبكده نكون اتكلمنا عن الكتابة وأنواع الأدب أيام أو في عهد المصريين القدماء أو في عهد الفراعنة، وبداية نشأة الكتابة الهيروغليفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.